إن شاء الله. سمعت حلقة للدكتور محمد المسير كان بيتكلم فيها عن ولد الزنا، النماء الزنا موضوع أو غير معتد به في إثبات النسب. هذا الكلام، بس عفوا أنا ما أعرف كلامه ولا فهمت كلامك، لكن أحب أن أنوه على شيء، ألا وهو أنه من المأخوذ على الإمام الشافعي وعلى المذهب الشافعي أنهم يقولون إنه لا يحرم على الشخص أن يتزوج المخلوق من ماء الزاني هكذا، ويقول الشعر فيهم: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. الشافعية لهم مذهب في هذا الشذ فيه عن الجمهور، هم أنهم يقولون إذا عياذا بالله زنى رجل بامرأة فأنجبت يجوز له أن يتزوج البنت هذه، جزء مع الكراهة أن يتزوج هذه البنت يقولون ليست بابنته كما أنها لا ترث فإنه يجوز الزواج بها، وهذا مذهب خاطئ بلا شك، فهي ابنته هذا. وقياسهم أنها كما أنها لا ترث فنقول الأخت من الرضاعة لا ترث والبنت من الرضاعة لا ترث، ومع ذلك لا يجوز الزواج بها، والله أعلم. لكن ما أدري ماذا قال الرجل الذي تذكره، هذا الرجل الأشعري الذي ذكرت، ما أدري ما